حق اللجوء في أمريكا دليلك الشامل. هل تفكر في طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ في هذا الفيديو سنستعرض من هم الأشخاص الذين يمكنهم تقديم طلب للجوء والشروط اللازمة لقبول هذه الطلبات. من يمكنه تقديم طلب للجوء؟ أي شخص حول العالم يواجه أوضاع معينة في بلده الأم يمكنه التقدم بطلب للجوء إلى أمريكا، وخصوصا في حالات مثل الهروب من الحروب والصراعات المسلحة، الانتماء إلى أقليات دينية أو عرقية، الاضطهاد السياسي، الآراء الدينية التي لا تعترف بها الدولة. شروط اللجوء إلى أمريكا. لتقديم طلب للجوء في الولايات المتحدة يجب استيفاء شروط معينة. أولاً الاضطهاد، يجب أن تكون هناك أسباب مقنعة للاضطهاد بسبب العرق، الديانة، الجنسية أو الآراء السياسية. ثانياً التواجد داخل الولايات المتحدة، يجب أن تكون داخل الولايات المتحدة عند تقديم الطلب. ثالثاً الوقت، يجب أن تكون قد وصلت إلى الولايات المتحدة في غضون عام من تاريخ الوصول. رابعاً عدم إعادة التوطين، لم تحصل على إعادة توطين في بلد آخر. خامساً السجل الإجرامي، خلو سجلك الإجرامي من أي جرائم قد تهدد الأمن القومي الأمريكي. كيف تتقدم بطلب للجوء؟ إعداد الوثائق، اجمع جميع الوثائق التي تثبت حالتك وظروفك. ثانياً تقديم الطلب، يمكنك تقديم طلب اللجوء لدى السلطات الأمريكية المختصة. ثالثاً المقابلة، قد يطلب منك حضور مقابلة لشرح ظروفك وأسباب طلب اللجوء. الخلاصة، طلب اللجوء ليس بالأمر السهل، ولكنه يمكن أن يكون خياراً حيوياً للأشخاص الذين يواجهون ظروفاً صعبة. التأكد من فهمك للشروط والإجراءات سيساعدك على تحسين فرصك في الحصول على الحماية. للمزيد من المعلومات حول اللجوء والهجرة اشترك في القناة وتفاعل